راديو نيل. طيب خلينا نقول ان احنا بنتكلم عن اللزمات، وما اكتر اللزمات اللي ممكن نلاقيها عند الفنانين اللي يعني امتعونا، سواء قديم سواء جديد. وعلى سبيل المثال توفيق الدقن، احلى شرف ما فيش برضو الجملة بتاعته. عبد الفتاح القصري، كلمتي ما تنزلش الارض ابدا. صح يا حنفي. في مثلا فاروق فلوكس في احدى مسرحياته كده كان ايوه انت بتعملها لازمه صح. عارفه ياي اللازمه دي. طب فاكر بقى دي كانت في مسرحيه ايه؟ ده بقى السؤال اللي الناس تجاوب. اللازمه دي كانت في مسرحيه ايه اللي هي يا هاي، اللي كان يعني بيعملها الجميل جدا جدا يا هاي، ربنا يديله الصحه، اللي كان بيعملها الجميل جدا جدا ربنا يديله الصحه فاروق فلوكس، كانت في مسرحيه ايه؟ وايه اكتر لازمه حبيتها من لازمات الفنانين سواء قديمه او جديده؟ لان مثلا يعني في احمد مكي ليه لازمه معينه كده في احد الافلام، لو عرفتوها وعرفتوا احنا قصدنا على ايه برضو جاوبوا اكتر من سؤال هو عشان تتبسطوا. قدامكم كذا اختيار بقى، يعني اللي عارف السؤال ده يقول، اللي عارف السؤال ده يقول، مفيش مشكله خالص. طيب حلو جدا. في كمان غير بقى، بص في جمل كمان بتتقال مع الفنانين، هي مش لازمه، مش كلمه بس بتتقال، لا هو جمل شهيره بيها. ايه الجمل فعلا اللي انتوا كنتوا عايزين بتحبوا ان انتوا تسمعوها منه، حتى بقيتوا بتستخدموها كمان مع اصحابكم؟ يعني هو بقى الافيه ممكن بيستخدم مع الاصدقاء، ان انت بقت خلاص ده لازمه برضو افيه كده بيتقال مع اصحابك. يعني افتكروا بقى معانا الحاجات دي كلها كده، وابعتوا لنا على رقم الاس ام اس كام 105 3، ورقم التليفون 3 8 3 5 3 3 6. فان بيج بالعربي والانجليش على الفيسبوك نغمه فام، وطبعا على الانستغرام وعلى تويتر برضو. وما تنسوش لو بعتوا على 105.3 كلمه كول هنكلمكم على طول. اكتر لازمه او افيه حبيتوه لفنان قديم او جديد او جديد.